طيب ابراهيم، منورنا الاستاذ ابراهيم عواد. اهلا وسهلا بك في هذه الفقره استاذ ابراهيم. تكفى نفسي والله استاذ ابراهيم، لا تتوتر، شغل المايك عادي. ابراهيم عواد، اهرم ابراهيم عواد مشخص جاي للفقره مرحبا. على سنقه 10 اقسم بالله. اول شيء متغير لون الغطره. اسمع ماذا تقول يا استاذ فهد في شخصيه الاستاذ ابراهيم عواد؟ انيق، جميل، جذاب لحد العذاب، رايق، عسل، سكر، مانجا، برتقال، رمان. طيب علي ماذا تقول؟ يقول لك قمر راكب همر بغمزه طيح خمسه. هذه الاشياء كلها تتمثل في مين؟ في ابراهيم عواد. الله الجميل، والله اني اشتقت اليك. نورنا استاذ ابراهيم. افتقدك استاذ ابراهيم عواد. حياك الله. اصبر عليك وعلى اخوي علي الغامدي وعلى فهد وعلى المشاهدين امام الشاشات وعلى اخواني المتسابقين، الله يعطيكم والمشاهدين من كاريزما كاريزما وعبر الاثير. والله شكرا على هذه المقدمه ابراهيم، يعني كاريزما اعلاميه ما شاء الله. طيب ابراهيم، خلينا نبدا بالسؤال التقليدي المعتاد، ما رايك في الاستاذ سلطان ثقل؟ والله يا ابو عبد الله انت كنت موجود للامانه في النقاش، وكان علي موجود. اي نعم. ولو كان على الهواء لا تكلمت، لكن تحت الهواء تحت الهواء. والامر الثاني، الى امس بين قوسين، احتراما لمحبيني واحتراما لاهله واحتراما لعيال عمه اللي معي في البرنامج، انا اعتذر عن اني اتكلم بهذا الشخص. هو طيب. يقول انه ما يبغاك ويطلب منك ان تتجنبه، تجنبه يا اخي. وين؟ هو جانا في الكونفرنس روم يقول ابراهيم عواد ودي انه يتركني في وسائل الارض، اترك بس، لانك انت هو يقول انك بلا يعني ابلشته في نفسه. طيب. اذيته. يعني تستفزه؟ ما استفزيته، ولكن لا يستفز احد يا عيال، ملائكة. لا 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 لا. انا 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 بشر، ماني ملائكة. الله اكبر، التواضع. اصيب واخطي، سبحان الله. نعم. ما شاء الله. فاذا اصبت فمن الله وحده، وان اخطات فمن نفسي والشيطان. نعم. واذا انا مخطي اعتذر الان امام الشاشه وقاعد يسمع كلامي. الله. ولكن احنا الان باقي شهر تقريبا على انتهاء البرنامج، اتمنى نفس ما دخلنا في بياض وجه نطلع في بياض وجه. يعني تهديد السلطان؟ لا ليس تهديد، يعني انت تصريح تقول خلنا نكملها بخير. يعني انت تقصد ان سلطان، يا سلطان ابعد مني، تراني ما راح ارحمك. في الهواء. إيه؟ تحت الهواء، في الهواء، فوق الهواء، في الهواء وتحت الهواء، بالفم المليان بين قوسين، تجنب عني. الله الله والله الحركة سلطان إبراهيم صديق البرنامج إبراهيم عواد. طيب يقول سلطان تهددني، تجنبني لأنه لا ما ذيك يقول هو صح سلطان. ونفس لا تهددني تحب ثاني. هو اللي أقصده هذا. هو هل تقصد يا أستاذ إبراهيم أنه سلطان المشكلة منه أم منك؟ لأنه سلطان يقول أنا الرجل هذا يرفع ضغطي، فهل أنت رفع الضغط؟ ولا تحاول طيب ترمي الملح على الجرح؟ لا لا، الكلام قرضة ملح، ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب. يا سلام. الحين من اللي فيكم حليم؟ لأنه كل واحد يشتكي من الثاني. لا لا, لا أنا ما اشتكيت. لا واضح إبراهيم عاقل. أنا ما اشتكيت. أيوة. ولكن يعني إلى آخر مرة أمس، يعني أوضحها للمشاهد وأوضحها، وضح عادي، حتى للشباب أوضحها لكم أنتم. يلا. يعني أمس قبل العشاء، قبل العشاء إيه، أخذت المايك، كانت عندي فعالية عشاء، أخذت المايك، يعني وصل مرحلة إنه يمد يده علي، مد يده، ضربني وتركته، واتهمني اتهام. فهد معيام موجود، وعلي وسعود عتيبي موجود تحت الهواء، ولكن أنا أقول مسامحك لوجه الله. أيضا أنا بيض الله وجهك. أنا حضرت الأمانة صراحة، يعني سلطان ثقل لسانه الطويل على إبراهيم عواد، وأنا عندي تسجيل وسلطان ثقل يشتم إبراهيم عواد، وإبراهيم عواد يقول الله يسامحك، الله يسامحك، الله، انا امزح معك. مده اليد واضحه، امس ابراهيم سلطان امس مد يد، حصل ولا ما حصل؟ امس مد يد على عبد الله حربي. شوف نعم. انا حصل. على يقول حصل، يقول حصل. انا نعم. اثق في كلام ابراهيم، لانه سلطان عهدنا عليه دائما مده اليد وثقاله الدم دائما، وقلنا من بدايه البرنامج الوحيد اللي كنا نصحه يا سلطان مزح اليد ما هو بزين، ما 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 راح تحمد عقباه هذا المزح. يا رجع يا رجع يا رجع، انا جاي ابغى يمد يدي علي. طيب ابراهيم، ابراهيم متى وصل هذا التصعيد بينك وبين سلطان؟ يعني الموقف ما كان امس، الموقف كان قبل حلقه ابو كاتم. في حلقه ابو كاتم كنت تقول انه كلهم اخواني، سلطان كذلك اخوي، سالك بالذات اتوقع عن سلطان. انما الامم الاخلاق وما بقيت، فان ذهبت اخلاقهم ذهب. متى وصلت الى هذا الحد انك بعد تتحمل سلطان؟ خلاص، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني اليوم تقول ستوب للعلاقة مع سلطان. سلطان نعم. تجنبني. نعم. أنا
هذا تصريح من ابراهيم عواد. يا اخي انا سمعت ابراهيم واعتقد انه هل فهد هل هذا شعور كل المتسابقين؟ نعم، لكن انا سمعت سلطان يعني الله يصلحه الله يصلحه لسانه الله يصلحه يا اخوان، وصف ابراهيم عواد وصف ما موزي الله يصلحه، لو اني انا محل ابراهيم عواد يمكن باكل سلطان. وانا مسامحه الله يسامحك. يلا الله وجهك. انا مسامحه انا بالنسبه الله. لي ابراهيم نعم تفضل. اذا تكرمت اذا انه الحركه اللي صارت معك خلف الهواء بمده اليد ظاهره في الكاميرات اقسم بالله لا اصعدها لابو سلطان. مسامحه يا مسؤول. لا معليش اذا يبغى شاهد انا موجود. اذا يبغى شاهد ومقطع صوت التسجيل ابو ايش؟ ابو عواد. ابو مشعل مساله انه انا كمتسابق او كمقدم يصل الموضوع انه يصير في مده يد لا عيب، واحنا نبهنا من يوم واحد او بالاصح كاريزما سبعه اول ما بدينا يا اخوان لا تمدون تمزحون يدكم ومزح اليد ما هو بزين، وسلطان اكثر مره يثقل بالكلام في الكونفشن روم على زملائه وعلى اخوياه وعلى كل من يصاحبه في البرنامج. ما يحتاج انا يا سيد الفاضل والله عندي مقطع فيديو مدته دقيقه وهو يرمي الشتائم على ابراهيم عواد عند الباب. لا لا, لا 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 ما اسمح لك تشغل اي شيء، انت موجود وشاهدتكم على ابراهيم. ابراهيم حقك هذا من اخلاقك. انا في البدايه امانه والله بغيت اشغل امس فهد. لا ما ابدا انا والله كنت ما في البدايه صراحه ممكن كنت امزح وكذا، لكن الان ابراهيم شكرا لخلقك شكرا لنبلك هذا اللي انت قاعد تسويه نبل حقيقي، وانا قلت والله اذا انت تبغى الموضوع عند ابو سلطان حتى لو خلف الكواليس والله ارسل المقطع ارسل المقطع ابو سلطان تسمح. لا هو رفض يا فهد الرجل طلبك وانا طلبت بس ابراهيم هذا صراحه من نبلك واخلاقك. لكن شوف خلينا نتكلم بشبابيه حتى ما نضع سلطان في زاويه ضيقه، سلطان هذه شخصيته. سلطان علي كيف نتعامل مع سلطان؟ ما في يا حبيبي ما في هذه شخصيتي يا اخي. يجيني واحد مفحط في الحاره عندنا ولد جاره مفحط يقول والله ولك ما يقدر يدخل سيارتكم لازم يسحب الجنط مع هذا بلغ الشرطه. يحط سيارته في جيبي؟ نعم بلغ الشرطه يشلوه بدنيه ويضعوه في قفص الاتهام ويحاكم. مساله كل من هب ودبقه هذه شخصيتي. احترم نفسك يا حبيبي يا في حدود بيني وبينك. صلي على النبي. انت اذا تبي تغلط على نفسك اغلط على نفسك. ما حدود الكلام في حد اللسان ما تمد يدك علي يا حبيبي. ما وضع النظام منذ ان خلق ادم الا لضبط الناس. سمعت ولا لا؟ يضبط الناس. واعتقد على المشاهد انا حضرت مشهدين، مشهد افطرنا من ذبيحه قدمها ابراهيم عواد الله يغنيه وصلاه الفجر واقذع سلطان في الكلام اقذع، ومشهد اللي كان هنا صراحه والله العظيم سلطان ايش كان يجي يقول؟ ما ينقل. لا جاي يسولف معنا احنا عن ايش؟ عن حاجه ما ادري ايش هي عن ذبيحه. لا يوم جانا سلطان داخل؟ اي لا يوم جانا هو ابراهيم يسولف معنا عن حاجه عاديه. ابو محمد انا طالبك. خلاص كف الموضوع. طيب ابراهيم اتمنى سلطان ثقل ترى النبي صلى الله عليه وسلم يا سلطان ثقل يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله ما سلموا لا من لسانه ولا من يده. في مقطع امسي اذا كان موجود عندكم السلطان ثقل في المطبخ مع عبد الله الحربي وهو يضربه في وجهه، يعني عبد الله تنرفز ووخر يد سلطان بشده وبعدين طلب تدخل فيصل الدبالين، يعني كان تصرف ايضا عبد الله طلب تدخل فيصل كنا لان مر سلطان فيصل لا لا عبد الله ذكي عبد الله ما صاعد مش نظام سيف نظام مو مش نظام سيف تصعيد مع ان حركه مستفزه يا جماعه الخير لدرجه لو شفتوها ما تدخل فيصل الدبالين لانه اشر لي بالمنديل يهو كان شاطف بس إيه لو مو شاطف وقريب من الحدث كان ممكن اعطاهم كذا النظره اللي ما يدخل. لا بس انه واضح انه كان الحدث كان تصير هوشه. عطنا طيب مش موجود المقطع يقول شباب، لكن انا بسال ابراهيم كان لك لقاء مع ابو كاتم. تفضل. وين هالشخصيه هذه؟ يعني شوف امانه في لقاء ابو كاتم كان في ابراهيم طلع لنا بتناقضات، والله انا ما حبيت اللقاء، بدايه اللقاء صراحه كنت بطفيه لان في كميه ارتباك، تناقضات، تردد، حتى الاجابه تاخذ 5 إلى 10 ثواني كانك تحاول ان تبحث عن اجابه نموذجيه ملبسه كذا تغليف، كانك بتعطي هديه مش اجابه. برامج ذي عفويه يا ابراهيم، الان انت شخصيتك اللذيذه حلوه، يعني ما اجمل العفويه، يعني يا اخي انا عندي خلاف مع فلان بقول عندي خلاف، ليش انا قاعد اغطي او اخبي واطلع بمظهر المتناقض؟ ليش انا اطلع بمظهر المتوتر؟ مع ان ابو كاتم انا اختلف معه في الحلقه، يعني كان شادها شويات مو شوي معك وينهر كان بس انك انت في الحلقه ردات فعلك يا ابراهيم اسمح لي تفضل ما كانت مره صراحه. اول حاجه انا الحلقه ما اعلم عنها الا قبل بعد فقره خبايا قالوا لي عندك حلقة مع أبو كاتم، قلت ما في إشكالية، طلعت مع أبو كاتم
والسؤال فهمته فهم خاطئ. اللي هو سؤال ايش؟ وش تصنف نفسك؟ كجماهيريه انت كان واضح السؤال يا ابراهيم، انت قاعد تدور في حلقه مفرغه. انا فهمته فهم خاطئ، حتى لما قالوا لي الشباب قالوا على موضوع ان وين تصنف نفسك في البرنامج. انا اعتقدت انك كجماهيريه فتكلمت كجماهيريه الشباب اللي ذكرتهم بس. يعني انت ما تصنف نفسك جماهيري؟ لا لا، ما في متسابق بالبرنامج، ما عندك جماهيري. اي بس انت مره قلت السابع، مره الاول، مره الخامس، مره سالني قلت بعد البرايم ولا قبل البرايم؟ قال يفرق؟ قال ايش يفرق؟ لا قال كلهم. طيب خلينا نشوف المقطع ونرجع. يا تفضل، خذ راحتك، خلينا نشوف المقطع ونرجع لك. صنف نفسك من الاوائل؟ انا اصل من الاوائل؟ اي صنف نفسك. على اي اساس؟ ان لم يكن رقمي في الصف الاول في الامام ونعم ونعم. شوف تاخذني بالشعر وتاخذك عطني مبدعين، لانهم مبدعين. خمسه تبي من الصفوف الاولى؟ من الصفوف الاولى محمد عبد الله الحربي، سالم جديع، من بعد؟ فيصل الدبالين، عبد الله مري. الخمسه هذول إيه؟ يعني شرار ما هم الصفوف الاولى اللي موجودين. لا تقول اللي طلعوا، انا اتكلم كبرنامج البرنامج. اي شناحي مناحي شنار مناحي شنار. طيب عطني الخمسه يلا واللي طلعوا. مع اللي طلعوا أي. مناحي شنار، محمد عبد الله الحربي، فيصل الدبالين. خمسه وينك انت منهم؟ انا ايش ما ذكرت اسمك السابع؟ انا قلت لك واثق من الشيء هذا. كان قلت انا وفلان 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 وعلان يعني حاليا. طيب انا اتكلم إيه؟ حاليا انت ليش ما انت الان ما ذكرت اسمك دام انك تشوف نفسك من الصفوف الاولى؟ طيب انت الان تبي ترجعني للي يطلعوا من لو كانوا موجودين. انا ما اصنف نفسي من الاوائل. انت ما تصنف نفسك من الاوائل؟ نعم. ليش داخل البرنامج؟ ليش داخل البرنامج؟ اقدم الماده اللي عندي. وفيصل موجود. طيب ليش ما ذكرت نفسك معاه؟ طيب انا احطني خامس. احطك الخامس؟ إيه؟ ليش انا احطك؟ ليش ما تحط نفسك انت؟ إيه انا بحط نفسي يعني خامس. يعني فيصل ما هو من انا الحين تبين اعيد لك اللي موجودين الان؟ ما في عيد، انا اتكلم عن تناقض. طيب ابراهيم تعليقك الاخير، انا ما ابغى يعني ادخل في نقاش لان قد انتهى النقاش واخذ وعطى طويل فيه. تعليقك الاخير على هذا المقطع ووضح توضيح كامل، ايش كنت تبغى توصل للجمهور؟ هو سألني عن الجماهيريه ابو عبد الله. طيب اجابتك؟ فالجماهيريه شوف الشباب، يعني عندك شنار، عندك مناحي، عندك. هل منطقي توزيع الجماهيرية في يوم 50 أو 60؟ هذا السؤال هو. يعني أقصد أنت يعني إجابتك حتى، هل أنتم مؤمنين الآن بتوزيع الجماهيرية بهذه الطريقة؟ ولا لا زال في الكيكة مجال أنك تأخذ منها؟ ولا لا زال؟ ما زال البرنامج باقي شهر، ممكن يوم واحد. يمكن سامي طال عمرك. يعطيك العافية. أول شيء الله يعافيك. محمد عبده بنوره ما يقول جمهوري. انتهينا، قفلنا، انتهى. والترند عندنا في السعودية ما يقول جمهوري، انتهى. يعني جمهور الجميع، اللي يحب يتابع يتابع، واللي ما يحب يتابع يذهب إلى منحى آخر من ناحية الحياة يتابع. تمام. أول شيء أنت واضح أنك ظهرت في مشهد أنك متوتر من موضوع أو محور معين، فأنت متجهز لهذا المحور وجالس تحضر نفسك جيدا له ونسيت كل المحاور. هذا من الواضح جليا أن بالك مشغول في محور، بغض النظر أنت عرفت قبل فقرة بعد الفقرة قبل فقرة بدقيقة. وش عندي؟ وش انا خسران؟ تفضل اسالني باللي تبغاه بجاوبك، ما عندي شيء يخسر. وش الشيء اللي تبغى تسالني فيه؟ الف باء بجاوب، جيم ودال، انت الموضوع. واضح انك مشتت الى ابعد مرحله، حتى من سؤالك انه حتى انا ما عرفت اسمك. هو شخصيه اسمه ابو كاتم، ايا كان اسمه فهد، قدوس، عبد الرحيم، اللي هو مساله دوب. ها محمد اوب ابراهيموفيتش. على ذلك كم سالك ابو عواد عن نفسك وقال لي ما حطيت نفسك، كانت الاجابه بسيطه، ولا ازكي ولا نزكي انفسنا، ما حد يزكي نفسه. بس يعطيك العافيه. انا ارى يا ابراهيم عواد انك حليم، واقول لك ان الحلم طيب، ولكن لا بد لك من غضبه تعدل بها موازين هذه الاوضاع اللي حصلت لك. أبراهيم على سلطان ثقل. ابراهيم شوف، دائما التوازن في الحياه جميل والوسطيه جميله، ما بين لا يكون الشخص مندفع اندفاع سلطان ولا يكون مثالي بزياده. ابو إيه؟ محمد يقول ولا تجعل يدك مغروله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما. بس انا ملاحظ ان في مثاليه عاليه عندك. لا 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 لا, لا 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 دقيقه لا بدك سلطان ثقل على سبيل المثال يا استاذ ابراهيم ما يتحمل الحلم، ما ينفع معه الحلم. صح، الحلم ما ينفع معه. أنا هذا 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 اعذرني، هو قال الان انا اعذر، هو اعذر يا فهد، يقول هذه الرساله اللي وصلها انه اعذر. رسالتي واضحه يا ابو، اتمنى يكون هذا انذار
لان ما سيحصل بعد هذا سواء تحت الهواء او على الهواء اسمح لي اني ساقوله سمعت ولا لا، لان هذا يعتبر ضعف صراحه. لا انا بالنسبه لي، شوف انا بالنسبه لي يا ابراهيم سمع. بعد هذه المداخله ان حدث اي ملاسنة او محاوله اصطدام مع ابراهيم عواد ارجو ان يصعد الموضوع لسلطان ان يصل للاستبعاد. طيب او مو استبعاد، احرم من الهواء، وسلطان كالسمكة لا يستطيع الخروج من الماء، إذا حرم من الهواء بيموت. فعليا. يعطيك العافية يا إبراهيم، شكرا لك إبراهيم على حضورك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. يا أخي يا زينة والله تبغى الصدق إبراهيم في مجمل جميل صراحة. سلطان ثقل ترى ما تتحمل توقف معه خمس دقائق. طيب أنا أبغى سلطان ثقل في الكوميشن روم، سلطان يا ليت تجينا في الكوميشن روم. لا أنا أحتاج أبغاه. لأن في سؤال عندي من أمس. أبغى سلطان ثقل في الكوميشن روم. بعدين يا حبيبي ما بقى والله يا قبل شوي يوم كان ما بقى أحد ما تهجم عليه. حتى المخرج قبل ثلاث ايام من مسافه المطبخ جيب الطبق حد انت وش دراك ان الطبق طلع على هواء ولا ما طلع؟ هو طالع وش دراك انت في سؤال دقيقه محمد انت في الهواء وش عرفك؟ وش عرفك؟ مظلوميه بس اللهم ادعى المظلوميه. كان في حاجه غريبه قبل شوي اول مره نجيب متسابق هنا ونقعد نمدحه وما في غدره كنت انتظر متى بتطلع من الغدره. لا 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 مستحيل. لا والله عواد يستاهل. لا والله عواد يستاهل. حتى سلطان بكون في صفه ترى براحت. انا في صف اليوم المتسابقين انا عكس الرادار في الرادار. هل انت زعلان لانه مسحبوا يوم لعكس الرادار؟ لا ناصر قال خليك مندوبنا في الفقره انا مندوب عكس الرادار. والله يا سعود فكر. طيب سلطان خلونا نجي. عطنا عطنا بالله عليك بدا سلطان تقول عطنا عند الحربي. اذا جاء سلطان بلغوني بيخاف.